يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي الجمع بين ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع حي على الصلاة قام كأنه لا يعرف منا أحد، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في بيته حتى تقام الصلاة ثم يخرج إلى الناس. لأنه هو الإمام، فالإمام يبقى في بيته حتى تحضر الإقامة، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من ليس إماما فيبكر إلى المسجد. نعم.